أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الشيخ. النشيد الوطني روكو فيك. إلى العمل الشاق لمتابعة المشوار وتنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية. أشغال شاقة والعرق كاين منه والتعب كاين منه كما سبقوكم الأعضاء المجلس الشعبي البلدي سبق لنعترفوا بالجميل بما قام به من أشغال ونشاط لا ما قمت به بلدية سيدي بلعباس من أشغال شاقة وبمتابعة ومعاينة ميدانية تاع رئيس دائرة سيدي بلعباس. سيبهم لي تقدم سيد رئيس دائرة سيدي بلعباس، سيد رئيس بلدية سيدي بلعباس، رئيس الجديد سيبهم ليك جلالي. مبروك عليك.
مبروك عليك بالعمل الشاق اليومي. ما تنتظروا منكم كأعضاء المجلس الشعبي البلدي مكون من 30% من النساء. مبروك مبروك، هذا يوم تاريخي، يوم تاريخي. الديمقراطية المطلقة وتم. الحمد لله نشوف هذا التواصل ما بين الرجال المسؤولين اللي معروفين بالنظام تاعهم اليومي، اللي تفهموا حتى نشوفوا كذا. سادتي أعضاء مجلس الحكومة الديمقراطية، سادتي المسؤولين الإداريين، إخواني في المجتمع المدني، أخواتي إخواني في الأسرة وسط الصحافة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم. كما تعلمون أتينا اليوم في مقر أو في مقر هذه البلدية العزيزة للتنصيب الرسمي للمجلس الشعبي البلدي لمدينة سيدي العباس، واستنادا للنتائج حصلت عليها الأحزاب في هذه الانتخابات، وعلى أساس كل معلومات أو الأرقام اللي جات من طرف لجنة الانتخابات الولائية، قلت لي عليكم على مسامعكم النتائج كما هي معلومة رسمية. حزب الشعب التحرير الوطني 23 مقعد، تجمع الوطني، تجمع الوطني الديمقراطي 8 مقعد، جبهة القوى الاشتراكية 7 مقعد، حركة المجتمع السلم 5 مقعد. على الأساس ونظن بلي ما فيه حتى شكوك هاد النتائج، أطلب من السيد أمين العام في بلاد سيدي العباس قمنا إثبات العضوية. تفضل. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بومليك الجلالي، ويس بن ويس بشير، صمود فتحي، رقيق يسعد المنور، شرقي جمال، خلفاوي عبد القادر، دشيرة بن يحيى، لبيد عبد القادر، أجير عياشي، بلولادي بن قاسم، هليلي خيرة، شباب بن الدغم، باشي بن ساح، هند بن سرين، عمار طيب، طاهر بالكراتير أحمد، لزرق أحمد، كبير عبد القادر، مزيان سفيان، بن معزوز بدرة، يوس منصورية، يا رباحي ليلى، بكوش ناصرة، مرسلي سومية، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الدايم صالح صلاح الدين، سلامي محمد، مباركي بشير، فرعون محمد، فيزازي قندوز، طلحة زواوي، ويس زواوية، حمليد كريمة، جبهة القوى الاشتراكية، جيري بيل علي ناجي، مقري جمال بن عبون جميلة، حراش عبد الحفيظ، مامون حليمة،
بن يمنى محمد بركات أحمد عن حركة مجتمع السيد فراجي مصطفى والغاصي سيدي محمد نور الدين أحمد بلاحة جانا جابر مراد بن شهرة حضرية أمان. وعلى هذا الأساس قد اكتمل النصاب على 43 عضو لمجلس مدينة بلد المجلس الشعبي لبلدية سيدي بن عباس. بعد إثبات العضوية ومصر كامل رتوفر أعلن التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بن عباس. ووفقا لقانون الانتخابات القائمة اللي متحصلة على أغلبية المقاعد نطلب من أعضاء نتاعها باش يلتحقوا المكان تاع التصويت ويقدموا المرشح تاعهم. إيه دونك غادي نطلبوا باش القائمة اللي حصلت على العدد الأكبر من المقاعد باش يتقدموا القاعة الانتخابات ويقدموا لنا والقائمة تقدم لنا المترشح نتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد باسم الاتحاد المتخيل لحزب جبهة التحرير الوطني نشددني أن أتقدم بالشكر والاحترام إلى كل من ساهم في الاستحقاقات الانتخابية المحلية لمنشا 20 نوفمبر 2012 وأخص بالذكر هنا المواطنات والمواطنين سكان مدينة سيدي بن عباس والأحزاب المشاركة بمختلف التشكيلات. وأقدر الموقف الحيادي لأعوان إدارة وعلى أحسن سيد الوالي من حيث التنظيم والحياد والوسائل خدمة الديمقراطية في الجزائر، كما نعبر عن عزمنا للنهوض بدون تردد لخدمة المواطن أينما كان وإيجاد حلول لكل المشاكل وتشكيل مستوى أكبر من حيث التنمية المحلية، وذلك بمشاركة كل القوائم التي حصلت على تسكير المواطنين دون انتماءات حزبية. وأخيرا نشكر زملائنا المنتخبين السابقين على مجهوداتهم التي سوف نواصل المسيرة من الحسن إلى الأحسن. وهنا نرصح السيد بومني الجلالي بحجة جمعية التحرير الوطني لرئاسة المجلس الشعبي البلدي. عليكم باسم كتلة جبهة الدول الإشتراكية وحجة جمعية التحرير الوطني وحركة السن المصادقة برفع الأيدي. والسلام عليكم. يمكن وقع مال من خلفية تعديل إحنا الموافقة نتاعكم هذيك ما نشكوش فيها، لكن وفق القانون الفوت سوفي أبيتان سوفي الفوت سوفي أبيتان سوفي القائمة فايزة العدد تاع 23 مقاعد. هذا هو القانون ما ينسب باغي تاخد ما عليك من يدخل بلاصتك
اسمع خليني صندوق شوية صندوق صندوق اسمع اسمع باش تدير مش منها باش معها بشير نعم 32 نعم 33
نعم 34 نعم 34 نعم نعم 36 نعم 36 نعم 37 نعم 37 نعم 38 38 نعم 39 نعم 39 لا 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 واحد لا واحد نعم 40 نعم نعم 41 نعم 42 وأخيرا نعم 43 عملية الانتخاب تاع الرئيس للمجلس الشعبي لبلدية سيدي بلعباس وعلى أساس الأرقام اللي راكم شاهدتوها راه أعلن بالتنصيب الرسمي وعلى أساس قوانين الدولة الجزائرية وبما خولتني بها من صلاحيات أعلن عن التنصيب الرسمي لسيد بومليك جلالي كرئيس المجلس الشعبي. على مستوى البلديات 52 تولية سيدي بلعباس تكون نفس النتائج ونفس المسيرة ونفس المفاهمة. فشكرا وفقكم الله. ما كملتش الكلمة تاعي بما ان برامج كبيرة بعض الاحيان صعبة اللي تخلق مشاكل المواطنين كما الترامواي. غادي نقوموا بالترامواي في الايام في الاشهر القليله القادمه ان شاء الله نقوموا بالاشغال. احنا نشوفوا غير الشتاء طيح البلاد اكثر ما نقول عليها وهي بعض الاحيان في بعض الاحياء البلاد تحبس. ولكن هذا الشيء ماهوش غريب. نيويورك وغبت عليها الرجال وغبت عليها التقنيات وندفع عليها الضوء وتبلع الطرقان. ماهوش غريب. حنا الشيء اللي بان غريب هو الشيء عادي في البلدان الاخرى. الضوء ينقطع في كارتي، الماء ينقطع في كارتي، هذا موجود في كل بلدان العالم. في كل بلدان العالم ماهوش غريب. سي لا جيستيون دو تو لي جور، لا جيستيون كوتيديان. وما ينتظر منكم سيد الرئيس ومن الاعضاء تاع المجلس البلدي وهو الاتقان في العمل. الاتقان في العمل والاسراف في العمل. مشاريع راها كاينه موجوده. الميزانية تاع البلدية كبيرة وقادرة باش نتبع يوميا ونحاسب يوميا. ولكن ما ننساش باش نعطيكم الإمكانيات البشرية والمادية. نساعدكم بكل تواضع حتى في لي كونسيي تاعنا. مثل ما كاين وجوه كريمة نعرفهم في هذه البلدية اللي تعبوا معنا. وقفوا معنا وبعض الأحيان كنت قاسي معاهم وقاسوا معايا حتى بعض الأحيان كان يظهر لهم بلي راني نحقر. ولكن لا، حب الوطن، حب الوطن، حب البلدة. بلعباس سي اون فام
هذيك بالعباس لو بتي باري بركاني منها ما بقيناش بتي باري حنا كرونط الجي نقولوها ولا كرونط اورون ما كاش بتي باري سي تيرميني ما نقعدوش في المفاهيم القديمه نو سافون تيرميني افيك لو فيو كونسيبت بتي باري عليها بتي باري يا سيدي تيرميني والجزائر واش دارت نقول بتي باري باش نقعد على المنظور القديم ما نغير حتى شي حاجه نخلي البلاد هكاك ما نقولوا لي ما تبنيش السكنه قولوا لي ما تبنيش السكنه الا كان نقعدوا بتي باري نقعدوا كيما كانت ونقعدوا نخليوها صغيره عمرها لا تنمو هذا حتى العازب في داره والعزبه في دارها الوقت اللي يديروا دار يكونوا عائله يديروا اولاد الاولاد يكبروا يتزوجوا ويديروا ديار وانا بالعكس خليتوها حبيتو نخليوها على مازال ما تنفذ الركب لا كيما فكرنا في الترام وين زيتو نخمو في المترو ونخمو في التليفريك نخمو في حوايج اخرين توسيع تاع البلده تاع اون فيل نوفال ان شاء الله باش الولايه تاعنا تكون من احسن الولايات في القطر الوطني وهذه سي لا كونكورونس ديزون سي العبقريه تاع النساء تاع الرجال اللي يبنيو هذه البلده سيد الرئيس العمل الشاق وطويل Je vous demande, avant la fin de semaine, je suis compétentiel, nous avons le Raïs, nous avons le Lijan, et nous avons le Hajjab, les petites qu'il a les compétences. Raïs, donc, avant la fin de semaine, que nous le vice-président marocain, Lijan, Mkouna, Mbadna Khoukour, les délégués d'arrondissement, on a 6 arrondissements, باش نخلقوا لي ديال كارونديسمون ونبداو باش نحضروا جلسة مع الولي على مستوى البلدية اللي هنا باش المدراء تاع الهيئة التنفيذية يعطيوكم العدد تاع المشاريع اللي هي خولة البلدية وحتى نكونوا معاكم في المرصاد ونكونوا واقفين معاكم ونكونوا مساعدينكم اللي جا الولي Je félicite en premier lieu les membres, les nouveaux membres de l'Assemblée populaire communale Sidi Abbas, issus des élections du 29 novembre 2012. Merci, monsieur le président. Merci, merci. Merci, monsieur le président. Je félicite également la population de Sidi Abbas. المجلس الشعبي البلدي ونحن كحزب كل جبهة الدولية الاشتراكية سعيدين جدا بهذا التنصيب ونتمنى باش يكونوا في حسن جنب حسن المواطنين سيدي العباس ونكونوا من عن المجاهدين لتلبية مطالبهم ونقول هناك باسم خاص لجمعيات الثقافية نقول لهم أنا في خدمة الثقافة والوطن ودمت للدخلة للوطن والثقافة شكرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر مواطنين سيدي بن عباس اللي داروا فينا ثقة يعني
باش نمثلهم في مجلس بلدي سيدي عباس. وبما هذه المناسبة تاع التنصيب الرئيس اليوم نشكر كل الأعضاء اللي ساهموا باش كان الرئيس يعني دال لا ماجوريتي. هذا يعني يحفزنا باش إن شاء الله نخدموا الليد في الليد ونكونوا إن شاء الله هنا عند حسن ظن المواطنين اللي داروا فينا ثقة وإن شاء الله ما نخيبوش الظن تاعهم. على كل حال احنا تحت التصرف نتاعهم في أي وقت. نشكر على كل حال لكل مجلس اللي كان مثالي باش اليوم فاتت يعني على احسن ما يرام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه باسم منتخبي كتله حركه المجتمع السلمي نتقدم بالتهاني لجميع المنتخبين ونتمنى التوفيق والسداد. بلدي سيد العباس الحمد لله اليوم المنتخبون اختاروا من بينهم رئيسا للبلدية واستقر الأمر على الأخ مملك جلالي. مملك جلالي أخ فاضل أعرفه جيدا ويعرفني جيدا. كان لنا فرصة أن نخدمنا مع بعض. له قدرات وكفاءات ونحن الحمد لله أنه نال الأغلبية في التصويت وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة المتبادلة بين الكتل. والذي يهمنا في آخر الأمر هو استقرار المدينة وكون أن مجلس بلدية سيدي عباس انتخب بهذه القوة على سيد مملك جلالي. في البداية نهنئ الأخ جلالي بومليك كرئيس لمجلس الشعب البلدي ونهنئ كل المنتخبين ومن مقر بلدية سيدي عباس تحية إلى سكان بلدية سيدي عباس. ونقول في آخر المطاف أن هذه المسؤولية هي أمانة في آخر المطاف أمانة على جميع المنتخبين بالانسجام بالتوحد بالانطلاق القوي نحقق مشاريع لفائدة المواطن. وكما هو معروف أن الاستقرار هو الذي يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لأن الشؤون اليومية للمواطن تحتاج إلى الاستقرار وتحتاج إلى التفاهم والانسجام. نحن عازمون على المضي قدما في هذا الاتجاه لكي يتحقق هذا الإجماع ونتقاسم المهام المنوطة بالمنتخبين. وأخيرا أجدد وأكرر التهاني لجميع باسم كتلة حركة المجتمع السلم لجميع المنتخبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.